رح أورجيكم المشروب اليومي تبعي اللي ببدأ فيه يومي. أول شيء أول ما أصحى في خلطة أنا الصراحة بعملها، اللي هو الـ RG. طريقة استخدامه إنه الـ RG لازم نحط له مية شوية دافية لحتى يذوب. طبعا الـ RG شيء رائع للطاقة للباور وفتح الشرايين، لأنه فيه حمض الأرجنين. طبعا راح أبعث لكم إيش هو حمض الأرجنين وفوائده. ثاني شغلة بحطها اللي هو الألو تو جو أو فريدم تو جو. الألو تو جو هو عصير صبار مضاف لإله البومستين. البومستين اللي هو مشروب مضادات أكسدة بين الرمان، فبساعد على شو يعني مضاد أكسدة؟ يعني برفع المناعة، يعني بيزود نشاط الخلايا إنه ما تشيخ، إنه الجسم يصير مقاومته كويسة للأمراض. يصير نعمل الألو تو جو مع الآر جي وفي أيام ممكن أستخدم الفريدم اللي هو فريدم تو جو، برضو موجود عندي بورجيكم إياه. وبعد هيك حبيب الملايين عصير الصبار بحط كمية محترمة، يعني أنا باعتبار بستهلك من 250 إلى 300 ملي باليوم من عصير الصبار. الباقي إما بكمله عصير جريب فروت أو عصير برتقال فريش، أو ممكن إذا عندي بومستين بحط بومستين زيادة. وهاي 700 ملي هو اللي ببدأ فيه يومي الصبح. طبعا بحطها بالفريزر تكون باردة وبلش يومي فيها. سعد صباحكم.